متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم جوله عالميه جديده في اسواق المال والطاقه والشركات حول العالم، وكل جديد ليوم الثلاث 28 مايو 2024. بانكير نبض البنوك. نستهل جولتنا العالميه من اسواق الدولار، فتكبدت العملة الأمريكية خسائر خلال تعاملات الثلاث المبكرة بعد ارتفاع طفيف في رغبة المتعاملين في المخاطرة، وتحرك الدولار في نطاقات ضيقة عكس عملات رئيسية أخرى قبل بيانات التضخم المهمة من اقتصادات كبرى هذا الأسبوع، واللي بتترقبها الأسواق للحصول على مؤشرات حول توقعات أسعار الفايدة العالمية. الخبر التالي في جولتنا العالمية من الصين، واللي سجلت قفزة كبيرة في مبيعات هواتف آيفون، وذكرت بيانات شركة أبحاث تابعة للحكومة الصينية أن شحنات الهواتف الذكية من شركة أبل في الصين قفزت بنسبة 52% على أساس سنوي خلال أبريل 2023، مما أدى إلى استمرار الانتعاش اللي شهدته الشركة الأمريكية في الشهر السابق. وأظهرت بيانات من الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يوم الثلاث أن شحنات الهواتف ذات العلامات التجارية الشهيرة قفزت في الصين إلى 3.495 مليون وحدة من 2.301 مليون في أبريل في العام السابق. ومن الصين إلى الولايات المتحدة، وتقرير حول تخلي البنوك عن فروعها واستبدالها بالخدمات عبر الإنترنت. وفي التفاصيل، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن أكبر البنوك في البلاد تقوم بإغلاق الفروع بأعداد كبيرة، وأشارت أنه في العام الماضي تم إغلاق 2454 فرع مصرفي، واعتباراً من ديسمبر تقلص عدد فروع البنوك في الولايات المتحدة بأكثر من الخمس مقارنة بعام 2009. وإلى الخليج العربي، حيث طرقت السعودية أسواق الديون مجدداً بطرح صكوك دولارية. وقال التفاصيل الخبر أن المملكة العربية السعودية تتطلع إلى تعزيز مواردها المالية من خلال بيع صكوك مقاومة بالدولار بهدف سد الفجوة التمويلية والإنفاق على مشروعات التنويع الاقتصادي اللي بيقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأشارت المملكة إلى أن إجمالي التمويل اللي ممكن أنها تسعى لجمعه هذا العام قد يصل إلى حوالي 37 مليار دولار، وهيساعد المال اللي بيتم جمعه على تسريع المشروعات والبرامج الخاصة بأجندة رؤية 2030. الخبر الأخير في جولتنا العالمية بشأن جمع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لنحو 6 مليار دولار لتطوير شركته للذكاء الاصطناعي. ووفقا للتفاصيل، أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة XAI المملوكة لماسك أنها جمعت 6 مليار دولار من الأموال الجديدة لتطويرها. وكتبت الشركة عبر موقعها الإلكتروني يوم الأحد: يسر الشركة XAI أن تعلن عن جولة تمويل بقيمة 6 مليار دولار ساهم فيها بشكل خاص كل من فالور أكويتي بارتنرز وأندرسون هورفيترز وسيكويا كابيتال والأمير السعودي الوليد بن طلال. بكده نكون أنهينا الجولة العالمية للأخبار. شكرا لحسن المتابعة. بانكير نبض البنوك.